إذا كان الدكتور محمد مرسي المهندس المقيد في النقابة في شعبة التعدين قد تعرض إلى أي شكل من أشكال الاعتقال أي كانت شكلها، إحنا قبل كده سبب ودافعنا عن كل مهندس في هذه النقابة مسجل أي كان اتجاهه. وإحنا بنضرب مثال الحقيقة باللي حصل في شهر 5/2012 في أحداث العباسية، عندما اعتقل عدد عملت النقابة وقفة وعملت جواب سريع إلى المدعي العام العسكري بمجرد وصول المعلومات ليها، والمدعي العام العسكري عقد جلسة تاني يوم مع النقابة وقلنا له الموضوع وتناقشنا وفضلنا متواليين لغاية ما تم الإفراج عن 28 باختصار. هنا مع إذا كان أولاد محمد مرسي إحنا لما بعتنا خطاب لوزارة الدفاع في هذا الحدث ما قلناش حتى السيد رئيس الجمهورية، ما قلناش كده، قلنا السيد المهندس فلان الفلاني معتقل أو موجود لديكم تحت وزارة الدفاع، وإن إحنا نود الاطمئنان بحكم أنه عضو في النقابة زيه زي أي مهندس. فكون إن أنا أدافع بهذا الشكل يتقال ده منصب شغل سياسي، أنا أقول لا.